سلنات مدرر يتسنى بهاجر فكرنا بسرعه تشوز لاي ياتنا فيلم تقليم نشترابي احمد بتغنيبت بعد وعد المتاسبة تمرق والم بفيلم ممرقات لاي يمنجز كفتن يامر روش يمكلاكينا إذا تاتقوا ما تمرارنا بلات ديبلوماتو تشيكين تبسووش انديشوم يتلايجو بارشاكالة تغين توالم يدوكمنتري زوجي اللو فيلمو ولا تامت قدمان دفجنا بتلايجو يتبيا كفلوش لاي كارزعا مكايدم تغل توالم بزي يفيلم سرا كسلاسة شيبة لاي سوش متساطفو بتالم إثيوبيا بزمنات تاريخ بتسرام تاريخوان ولا تفرد بمواصلة الفرقد على مسراتون يتورى لوش تقلي تماجور شم فيلد مارشال بران جولا قل تسألم بزيرا قد يمكلا كيا سرايتو تاريخوا يتقار لوش لتولد اندي التلالف بمز عفنا بكينة اوب سراوت اي يتسرامون من ستوال إثيوبيا هل جيزي تاريخ تسرالج تاريخ تسرالج تلالك نقر تسرالج قلنا تمزقب انا يسراتو تاريخ زمبلو بسما بلو ببلو بلو ويم دغمو بزان غزي ينبرو سوتين بمانغاغر بلبو ولد لمصاف نو يموكرو سلازي كتوبيا مكلاكا سرايت ريفورم غار بتعازه ايهي نغر مقير علبت بلن يكبر تقلاي منستر تزاز تقبلن تاريخ ماسقمت لتولد ماستلالف اندالبن اسبن የሰራነው ነገር ነው በሰሜኑ ጦርነት በመጀመሪያ የህግ ማስከበር ስራ ላይ ተጻፈውን መጽሐፍ ያስተዋወሱት ፊልድ ማርሻሉ ሁለተኛና ሶስተኛ የህግ ማስከበር ተጋድሎም በመጽሐፍ ይሰነዳልም ብሏል በዚህም ትውልዱ ከታሪኩ እንዲማር እድል ይፈጥራልም ብሏል ኡነትን መሰረት ያረገ መሬት ላይ ያለው ነገር ወስዶ መጽሐፍ እና ፊልም የሰራ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ሌላ ስራ እየሰራን ነው የጻፍ ነው በመጻፍ መልክ የጻፍ ነው የመጀመሪያውን ጦርነት ነው የግ ማስከበር ጊዜ ብለን የሰራነው ጦርነት ነው ከዛ በኋላ ጦርነት ወደ አፋር ወደ አማራ ክልል በተስፋፋበት ጊዜ እዚ ደብረሲና በደረሰበት ጊዜ ከደብረሲና ተመልሶ ወደ ትግራይ ገባበት ጊዜ በጣም ሰፊ ትልቅ ጦርነት ነው ይሄ አልተጻፈም እንዲጻፍ ተደርጎ በጽሑፍ ላይ ይገኛል ከዚህ ቀጣይ ትውልድ لمد تمكرو وسدو ولايوچاچين اباتوچاچين انديت نبرو بلو لمد انديوست اگرو انديطبق لماسچال سلنات مدر فيلم بامريكا لوس انجلوس بتكيدو يپان افريكا فيلم فيستيفال لاي ك200 فيلموش غير بمودادر ك1 اسك 3 درجه وست مغباتم تگلچوال فيلمو بزي فيستيفال مغودادرو بسرايتو لاي تنزاون بروباغندا حساسنت لماسايت ماگزون فيلد مارشال برهانو جولا تناغروال انا فيلم فيستيفالو لاي قربو انديتاي ياقيس قربلين وداو نه يفقدكوت لمن دنا يفقدكوت مسالاچو لكبر لزنا ايتوطيا فيلم مسرات تشلالاش منام انديبال ادل በጦርነቱ ዲፕሎማቲካሊ ተቀጥቅጠናል ውሸት ተለጥፎብናል ያላደረግነውን አድርጋችሁ ተብለናል ይሄ ፊልም ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በከፊል ይሄን ሀቅ ያሳያል ብለን ስላመንን ሎስ አንጀለስ ሄዶ ለዝም እንዲቀርብ አርገን አብዛኛው የፊልም ዕውቀት ያለው ባለሙያ የተሳተፈበት እና ፖለቲከኞች ያሉበት ቀርቦ እንዲታይ ያደረግነው ሀቃችንን ፊልሙ ይናገርልናል ብለን በዚህ ደግሞ ከፍተኛ ውጤት አግኝተንበታል የፊልሙ አና አዘጋጅ ቴዎድሮስ ተሾመ አገርን ሁሉም ሰው ባሉ መክሊት ማገልገል እንደሚገባው ማስተዋል ሀገራችንን በተፈጠን በተሰጠን መክሊት እናገልግል ሀገራችንን እምንወዳት ፍቅራችንንም ለሀገራችን የምንገልጸው በተሰጠን ሙያ ሀገራችንን ማገልገል ስንችል እንጂ በማናቀው ፖለቲካ ገብተን ስናቦካ አይደለም እና ባካችሁ በማናቀው ነገር ውስጥ አንግባ በዚህ ፊልም ላይ ለተሳተፉ አካላትም በስነ ስርዓቱ እውቅናና ሽልማት ተበርክቷል